السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ما كاين لا طيب لا والو، غنشارك معكم الروينه اللي انا فيها، ما نقول لكمش واحد التماره. مهم ان شاء الله بديت الاصلاحات في هذا المطبخ، هذا هو فين كنت نصور لكم في هذه الجهه هذه كيف ما راكم عارفين. بصراحه هذا هي بيت في السطح وكنت دايره على شكل كوزينه كيف ما تتشوفوا، لكن ما كانش فيه الضاله، ما كانش كنت دايره له غير فوم بلافو القصدير. اليوم رحنا ريبناه، انا غادي نوريكم تشوفوا. حيد داك القصدير وحيد القبص، ها نتوما كيف ما تتشوفوا ريبتو باش غادي نعاودو نديرو له الضاله ان شاء الله. وهذا الشرجم هذا عندي صغير غادي نكبرو كيف ما تتشوفوا، غنردو كبير ان شاء الله باش يبقى يدخل ليا الضو. وعندي تما حاجهكم واحد الحمام في ديك البلايصه تما دايره، وعندي هاد الجهه هادي كنت حاطه فيها لافيسيل ديال الماعن والماكينه ديال الصابون ديال الحوايج. دابا غادي نحفر باش ندخل هادوك الجعابي، حيت انا هادشي كنت دايره في صراحه مؤقت، ملي صلحنا قلت فقط نصايب داكشي في مره مزيان كيف ما تتشوفوا. هذه هي الكوزينه، راها كبيره. بالنسبه لداك الشرجم غنحيدو، غنحيد داك الحيط، غنردو غير النص ديال الحيط. عندي هاد البليصه هادي كنت نحط فيها الفران وداك التخريبيق باش تنخدم داكشي ديالي ديال الحلوه، غادي نقادها حتى هي وغادي نصلحها. مهم ان شاء الله انا نحاول نشارك معكم كل شيء، مهم فاش غيبدا ان شاء الله غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله. اهلا البنات، ها نتوما نوريكم الاصلاحات فين وصلت. ها نتوما حنا درنا الضاله، السقف كيف ما وريتكم راه كان فيه غير القصدير، حنا قديناه درنا له الورضي. نتوما كيف ما تشوفوا، وهاد الشرجم اللي كان صغير هانتوما شوفوا تبارك الله راه كبرتو ولا كبير، الشعاع ضارب ما تيبانش مزيان. شنو اخر، هاد الحيط هذا اللي كان هاد الحيط حتى الفوق الا بقيتو عاقلين، انا رديتو غير النص. نتوما كيف ما تشوفوا راه مازال ما سالاوش. هانتوما باقي الخدامه، خليتهم مشاو يصليو وجيت نكمل لكم الفيديو. هانتوما بالنسبه لهذا كان عندي حادر، هاد الشرجم هذا غنوريكم بعد باش تبان لكم الصوره. هانتوما شفتو كان حادر، هادي بلاصتو، ها هما زادو عليناه الفوق. وهنايا غادي ندير واحد السقايه صغيره، ها هما بادين فيها تتكمل ان شاء الله ونوريها لكم. هادشي السقايه، وهنايا درت الدروج باش نبدا نطلع بهم للسطح الفوق. هانتوما نطلع معكم، هنا درت واحد الرفيده، هانتوما شوفوا تبارك الله شحال كبيره نجمع فيها الباكاج. ودابا نطلع بكم للسطح نشوفوا الفوق. هانتوما كيف ما شفتوا كاينه هاد البلاصه هادي، دابا راه كلشي عامر بالباكاج ما غيبان لكم والو. المهم هي وريتكم درنا هاد البلاصه هادي، غندير فيها هنا الماكينه ديال الماعن، الماكينه ديال الصابون ما تديوش عليا. ودرت هنايا هاد الشريج مع هذا، وغندير لنا شي لافابو ديال غسيل اليدين. وهذا هو السطح، هانتوما كيف ما تتشوفوا راه صغير على قد الكوزينه اللي كانت عندي لتحت. هانتوما كيف ما تتشوفوا درت هذا الحديد هذا باش نغطيه بالقصدير، حتى ما الا بغيت نشر الحوايج او نحط البصله ولا شي حاجه ما تفزق لياش. صافي هذا هو السطح، درت هنا واحد الروبيني، باقي الدوزان هنا الخدامه، وباقي شحال من حاجه، باقي الجليج، باقي المهم هادشي اللي كاين. هانتوما نوريكم حتى تيبان لك الشريع وكلشي. هادشي اللي كاين البنات، هادو هما الاصلاحات. دابا هادشي فين وصلوا، ونهبطوا دابا. نتوما شفتوا هادو هما الدروج، ونهبطوا دابا لتحت يكملوا ان شاء الله. نعاود نشارك معكم داكشي اللي دار لحد الان، راه باقي كلشي باقي مشقلب وكلشي باقي مرون. هي هذه شو الكوزينه كي رجعت، صراحه فاش درت لها الضاله احسن بصراحه، علات حيت كان فاش كان القصدير كانت حاضره بصراحه، علات بزاف وعطات الضو. نتوما تتقولوا لي الفيديوهات ديالكم ظلامين، دابا ان شاء الله باقي عاد ملي يجي القباص ونديرو الضو ان شاء الله غادي تصدوا مزيان. هذاك بالنسبه لهاد الجليج هذا غنحيدو لانه ضاع، جليج العقلين عليه مبغاش تبان ليا الصوره واضحه مزيان.
هانتوما بالنسبه لداك الجليج اللي عندي غادي نحيدو كامل ونعاودو حيت ترس منه بزاف وضاع. ايوا هذا مكان البنات، الا كانت شي حاجه جديده دابا نشاركها معكم باذن الله. البنات انا غنديكم معايا، غنمشي ناخذ الجليج، غتمشيو معايا تضربوا معايا دوار على مول الجليج، وحتى نمشي للدار نوريكم الجليج اللي خديت ونوريكم القباص داكشي اللي دار ليا. نتوما خليكم معايا البنات، شوفوا الشكالات هذو ديال السقايات. فين هو؟ هادو ديال الارض. هذا الكوزين انا خصني حتى ندير الارض فيها الماء وتسمعني عجيب. شفت هاد الكري زوينين محس الكري ولا هو اصلا ديال هذا خزام احسن عجبك؟ هادو ديال الحمامات هادو زالي. مازال ما حطيتوش
جلي هو جبناه. هذا هو اللي وريتكم تما فاش كنا في المحل، هذا ديال السقاية، وهذا هو ديال الكوزينه، راه مبالي في الكرتونه، ها هو كتيب لكم هنا في المارو والباج. هذا تنظن ديال السطح، هذا ديال السطح فيه هذا اللون وفيه المغلوق ديالو، ما عرفتوش كي داير نتوما شي مع هذا الشيء مبالي هنا في الكراتون، ما عنديش كيف ندير. هذا ديال السيجور، هذا ديال السيجور حتى هو فيه جوج دلوان، فيه المفتوح هذا وكاين حتى المغلوق ديالو، ان شاء الله حتى يركبوه ونشاركو معكم. هذا هو اللي كاين البنات بالنسبه للقباص، سهل الخدمه ديالو صافي. هذا هو القبص اللي دار ليا هنا في البلافون، داروا سامبل نتوما كما تشوفوا، الضو شويه ناقص ودار هاد التقويصه هكا هنايا نتوما كما شفتوا، ودار تما في داك السيجور دوك جوج ديكورات بحال هكا. المهم ان شاء الله دابا باقي جلايجي هو اللي غتبدا دابا الخدمه ديالو، ان شاء الله حتى يكمل الجلايجي ولا فاش يبدا. دابا نشارك معكم ان شاء الله الخدمه ديالو. بالنسبه للقباص الخدمه ديالو غزاله تبارك الله ومتقونه، سيد معقول الصراحه ديال الله، اللي كان مهتم بالامر وبغى النمره ديالو يقولها لي في التعليق ونخليها له في صندوق الوصف.